يلا المكونات: رول بطاطا باللحم المفروم، بدنا كيلو بطاطا مسلوقة ومهروسة، ملعقة كبيرة زبدة، نصف كوب حليب، ملح وفلفل، ورشة جوزة الطيب. صح؟ صح. وبنحتاج للحشو لنص كيلو لحم مفروم وحبة بصل وملعقة كبيرة زبدة وكوب مشروم ونصف كوب ريحان. حلو. الشيف غادة حطت الزبدة طبعاً للآن، شوية ملح زبدة، وفلفل، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة كبيرة برش ليمون. طيب، في عنا للوجه كوب جبن مزاريلا، وفي عنا ملعقة صغيرة زعتر. طيب نقول تاني، حطينا هنا زبدة ومعها شوية زيت، لأن الزبدة بتتحرق لو ظلت لحالها. بتحطي معها طب نحط معها بس معلقة صغيرة من الزيت. حطينا البصلة، ودلوقتي هحط الفلفل الألوان. حطينا اللحمة المفرومة تاني، هنا في زبدة وشوية زيت، وحطينا بصل، فلفل ألوان، وحطينا لحمة مفرومة حمراء قربت تستوي. هي هنا عندنا البطاطا، البطاطا مسلوقة ومهروسة كويس قوي، يعني مش عايزة فيها أي كلاكيع. دلوقتي هنحط لها بس تنتوفة زبدة وشوية حليب صغيرين، بس انا مش عايزه اطريها جامد، لان انا عايزاها تكون ماسكه نفسها. طيب بص، انا هحط المشروم هنا واخليهم بقى يستووا كلهم مع بعض. وصلنا لفين؟ وصلنا ان اللحمه استوت، ودلوقتي احنا هنا حطيت الحليب، بس شويه حليب صغيرين مش كتير، على النار. هحط معاه قطعه الزبده اللي اتفقنا عليها، وهنحط معاهم، هنحط هنا شوية بابريكا بقى، نبتدي نتبل اللحم بتاعتنا. ادي البابريكا وملح وفلفل. وعندنا كمان ريحان، خليني احط دول حرام. وملح. وناخد الريحان برضو نحطه، بيدي طعم حلو قوي للحمه. تمام، تبقى احركك هاي ممكن شوي. تحط كمان ممكن تحط الريحان على البطاطا لو حابب تخلي لونها شويه في حركات، يعني ريحان يعني ممكن نحطه مع اللحمه او نحطه مع البطاطا. تمام، هاي هيك الخلطه. تمام 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 تمام، خلاص اهو. طيب هنا عندنا عليك. الحليب والزبده. تمام، هنحط برضو عليهم شوية ملح علشان أسهل كده نعمل البطاطا. خلاص كده تمام. هاخد بقى أنا الكلام ده وهحطه هنا على البطاطا اللي عندنا. أنت كثرتي ملح عشان البطاطا بتحب الملح، ها؟ بتحب الملح. أيوة. تمام. بس هنقلب ده كده شوية، هنضطر بقى نستخدم ايدينا، بتبقى اسهل كتير. ناقص بس نحط لها شوية جوزة الطيب هنا. يلا هاي رشة جوزة الطيب. وممكن نحط كمان هنا شوية جوزة الطيب، بصير تعطي نكهة جميلة. صح. هخلط انا دول بقى، بس زي ما اتفقنا هخلطهم كده. البطاطا ونحطها هنا، نفردها. بهذا الشكل. طبعا الخلطه بتاعه اللحمه اللي احنا عاملينها، يعني انتوا ممكن تغيروها بدجاج، ممكن تغيروا في التتبيله نفسها، تحطوا حاجات تانية انتوا عايزين تحطوها. طيب هنحط اللحمه دلوقتي هنا في فوق البطاطا بهذا الشكل. خلاص، شوف دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه. بنقدر ان احنا نلفها كده فهي تبقى اللحمه بس في النص، وبنقدر ان احنا نفردها شويه فاللحمه تبقى يعني رايحه جايه كده. اوكي تمام. طيب احنا هناخد دلوقتي البطاطا بتاعتنا والفويل، وهنبتدي نعملها بالشكل ده كده. بس احس ان هي وصلت، بضغط كده شويه عشان ادخلها. تمام. واقفل على اللحمه بتاعتنا. شايفين اهي. يعني اوكي هيها هيها
هيها. اوكي ونكمل لف برضو، بس دايما الورقة لازم نبعدها نطلعها عشان ما تخشش في التانيات. تمام. احنا كده خلاص اهي كده تمام. اوكي اهي خلاص هنقفل عليها بس كده شوية، هدخلها الفرن بس حاجة بسيطة كده تحمر.